رسول الله. أنا ما كنت أظن أنه يرد مثل هذا السؤال، لكنه مرد مرارا. شرب الدخان هل ينقض الوضوء؟ شرب الدخان لا ينقض الوضوء، هذا من الأسئلة الغريبة. شرب الدخان لا ينقض الوضوء، نعم، لكن نعم. أذن صح نظير حتى أيضا نقعد وربما نثبت نواقض الوضوء، هل بتعداد على عجل؟ لأن نواقض الوضوء هي من جهة القاعدة أن ما ينقض وضوء الإنسان في الغالب إلا ما خرج منه من بول وغائط، وما جاء في ذلك بدليل النص في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ونحو ذلك، ما جاء في حديث أنس، أو كان أيضا ما دخل منه فيما يتعلق بأكل لحم الإبل، فقد جاء في ذلك حديث جابر كما في مسلم عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأوا منها. أحسن الله إليكم.